حول عدد من الاختلالات والانتكاسات الدستورية والحقوقية التي يحتويها المشروع، وتابعت هذا الكتاب مختلف في اليوم الاول من المقاطعه الشامله للمهام الدفاع. انتم كنقيب هيئه خريبكا، كيفاش دبرتوا هذا الشكل الاحتجاجي؟ شكرا سي منير على هذه المواكبه. بالنسبه لنا هيئه خريبكا كسائر الهيئات 16 الباقين، التزمنا بقرار مكتب الجمعيه والذي عقد مجلس الهيئه اجتماعا بشانه، وقرر باجماع اعضائه الحاضرين تنزيل القرار وتشكيل خليه من مكتب الجمعيه بالاستعانة ببعض المحامون من الجمعية العمومية في تدبير الأمور المستعجلة التي ستبقى خاضعة لتقدير الهيئة التي انتدبت لهذه الغاية. نعم، انتم كنتوا بطبيعة الحال في اجتماع ديال طنجة، هل كان من السهل اتخاذ هذا القرار ديال المقاطعة؟ وأكيد سي منير بأن هذا القرار لم يكن سهلا، هو قرار صعب للغاية، ولكن هو قرار فرض علينا. فكما تتبعتم من خلال تصريحات السيد رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب، فنضال المحامين منذ بدء مدة هذه الولاية المهنية سلك مجموعة من المحطات التحاورية والترافعية كانت جميعها تسعى إلى الحوار من أجل الحفاظ على استقرار العدالة وعدم تأثير على سير المحاكم، ولكن عندما تواجه بالإهمال أكيد بأن المحامون ونحن في الجمعية شعرنا بنبض القواعد، واعتبرنا بأنه لا مفر من اتخاذ مثل هذه القرارات، لأننا فعلا أصبحنا صوتا غير مسموع، وأصبحت صورة المحامي تستهدف داخل الأوساط بمقتضى قرارات. والمشاريع التي تم تنزيلها المسطرة المدني أو المسطرة الجنائي خير دليل على ذلك. نعم، كسؤال آخر، يعني بالموازاة مع هذا الشكل الاحتجاجي، واش غادي تكون مثلا إجراءات أخرى أو طرق أبواب أخرى من غير وزير العدل كتقولوا بأنه سد عليكم الباب؟ أكيد، أولا في البلاغ ديال طنجة صدر فيه بأن اجتماع مكتب الجمعية سيبقى مفتوحا، وأكيد أن هناك ستكون هناك خطوات باتصال مع الرئيس كلما دعت الحاجة إلى ذلك. فالحوار لا نقول بأن الحوار قد أغلق أو أننا أغلقنا الحوار، نحن مستعدون من أجل إيجاد حل لمشاكل العدالة، نحن مستعدون، لن نتخلى عن واجبنا الوطني ولن نتخلى عن واجبنا الحقيقي الذي هو رسالة الدفاع، فهي رسالة إنسانية قبل أن تكون رسالة حقوقية أو قانونية، والمحامون واعون بهذه الحقيقة ولا يمكن أن نتخلى عن دورنا، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن ندير ظهرنا لمحاولات الحوار. فكل مبادرة تهدف إلى إيجاد حلول سواء للشق المتعلق بالتشريع أو الشق المتعلق بالملف المطلبي الخاص بالمحامين، فأكيد بأن الجمعية ستكون وراء الإشارة في خدمة الوطن وفي خدمة العدالة. إجهاز على حقوق المواطن وحقوق المتقاضي بمقتضى نصوص ومقتضيات سترهن المواطن المغربي والمتقاضي المغربي وهو يتقاضى. نحن نريد فقط ما يهمنا في هذه اللحظة هو حقوق المتقاضين، ما يهمنا في هذه اللحظة هو العدالة في وطننا. ضرب المكتسبات وضرب حقوق الدفاع نعتبره بأنه ضرب لحقوق الإنسان. حقوق الدفاع هي جزء أصيل وجزء مرتبط بحقوق الإنسان. لا يمكن نتصور محاكمة عادلة بدون حقوق الدفاع. لا يمكن أن نتصور ولوج آمن ومستنير للعدالة وللقضاء حقوق الدفاع تخترق وتضرب في مقتل قانون المسطرة المدنية، نعيدها ونكررها، فيه مقتضيات إيجابية لكن فيه بعض النصوص وبعض المقتضيات تتضمن عرقلة وفرملة لكل ما هو وارد في مشروع قانون المسطرة المدنية. إذا موقفنا اليوم بالإضافة إلى ملفات أخرى، هذا ملف من الملفات، لكن نعتبر بأنه البداية والتعبير عن حسن النية ينبغي أن ينطلق من هذا المشروع، ثم ننتقل إلى باقي الملفات وباقي القضايا. وضعنا الاعتباري نريد من الآخر أن يحترم المؤسسات المهنية، أن يحترم المحاماة كما تحترم باقي المؤسسات. لسنا مجرد رقم زائد في العدالة، ولسنا مجرد صفر على شمال هذا الوطن. نحن محاماة لدينا تاريخ كما هو في جميع دول العالم الديمقراطي وذات الحضارات العريقة في القضاء وفي العلاقة ما بين القضاء
القضاء والدفاع. إذا نعتبر بأنه هذه اللحظة هي لحظة تاريخية، هي لحظة مفصلية. القرار لم يكن سهلا، نعرف خطورته، ولكن نعي جيدا أننا في على حق وأننا على صواب وأننا صادقين وواضحين فيما نقوم به وما نفعله. بالنسبة لهذه الفترة بغات تواكبوا إجراءات أخرى أو طرق أبواب أخرى لقبيل رئيس الحكومة؟ لكل حادث حديث، هذا موقف، هاته بداية، والأكيد سيليها ما قد يليها، ونتمنى أن نصل إلى هذه المرحلة.